يلا مجمولي على مود نصور. يلا خلنا طق المناظر. طق المناظر. يلا كيف خلنا نجرب. والله كيف نجرب. يلا عم نصور. شو يعني؟ أويلي يا أبي هو غير اليوم قلب الدنيا أنت من لبس السوادي سبع العباد. وليس الصدفة اليوم اثنين أبنى أسود. أي والله يعني لبست من بعدين لبست. أي والله يلا خير إن شاء الله. هذا بدي أصور التليفون. أصدقائي شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير أينما تكونون. واليوم جيناكم بجولة حنوديكم للتسوق وللمولات مثل ما ردتوا وطلبتوا من عندي تشوفون محلات الألبسة ونشرح لكم ونشوفكم. تفضل وليد. اليوم انت طالعة كيك يعني. واليوم هنروح بجولة تسويقية مثل ما قالت نور. واليوم انا وياها طبعا بس ماكو يعني حد بس جوري. لان جوري اليوم هم جايبي لها نريد ناخذ لها كم حاجة. زين عيني لا حنروح انت واني ونور جولة حلوة إن شاء الله وممتعة وانطونا رأيكم اليوم بستايلنا اليوم الجديد. بس صدفة لبسنا أسود. أيوة. مقررين. أي والله ما مقررين. هي مقررة بس أنا ما مقرر. لبست عسري. يلا وبقوا يعني وإن شاء الله الفيديو راح. شون جميل وحلو وطبعا ما يحلي هذا الجو الجميل إلا ويا الإطلالة الحلوة. مو بس أنت لابس مناظر أنا هم لابس مناظر. أنت بالمناظر تلوقلش كلش. وأنا جوري الحلوة. شو جوري؟ هلا هلا اليوم جوري لابس المناظر طالعة. بدلات بس بدلاته كلش حلوة وناسكو صح غالية بس كلش حلوة حلوة. هو محل هندي. محل هندي اسمه. اي هندي وليد لان انا طبقت. اي اي هذا شوفوا هذا اللي مالت شو اسمه هذا مدينة هانو. هانو اللي يريد يجي هنا يعني يشوف المكان مالته صراحة الشارع خليه هسه اشوف لكم شو اسم الشارع واذكر لكم اياه. بس هاي بدلاته رهيبة. اي بدلاته كلش حلوة مال حفلات مناسبات اعراس. انا هذا الشارع هسه اللي صورت لكم المحل هذا مال الملابس مال البدلات والسهرات والحفلات وبدلات العرس اسمه رومر شتراسي. هذا الشارع هنا يصير قرب بعدنا هنا بصف الكي اف سي هماتين شبار كاسب مدينة هانو. انا ونور يعني مطعم النخيل هذا هنا الاكل مالته كلش طيب. الدجاج مالته يخبر طبعا. انا اجي على مود الدجاج. هنا ايش عندنا؟ هاي طبق مالتهم رائع. وهاي جوري الحلوه همبرجر بالجبنه الفرنسيه. ها جوري ويا حلبين صحه وعافيه. يلا مجمولي شنو رايك اليوم؟ طيب زين يعني معقول اكلهم طيب. الدجاج مالهم كلش طيب. هسه راح ناكل عيني. سلامكم العافيه والف عافيه علينا وعليكم. اهم شيء شنو نجمولي؟ اهم شيء تعليقاتكم الحلوه كانت بالقناه. تعليقات رهيبه والله العظيم. هي شجعت ام جمال وخلتها تطلع قالت بعد بكل فيديو يعني ان شاء الله وياكم بالقناه. هسه شنو نسوي؟ نبلش نكمل الغداء ونرجع وياكم. انا حنطفل الشاي وراح اشوفكم شو منزلين الموديلات. هسه انا عاجبني الموديلات فستان شو يكون او كيلوت. هسه خلينا نشوف الموديلات. هسه الموديلات اللون البيجي اكثر شيء. البيجي الشتاء الوان الشتاء. حلو هذا لونها. لونها كلش حلو. هذا البيجي حلو. هذا البنطلون. البنطلون. هذا. جد حلو هذا. هاي على بيجامة. اي بس حلوة هاي. خلينا نشوف بعد الموديلات. وين جوري؟ هاي وين خاتلة جوري؟ انا
من عشاق الستر، احب الستر. انت من هاي همومه كلش حلو، كلش حلو. هذا مغنيات فستان او شيرهم او يرموميات النور القصيره. بي شوفي قياسك، قياسي انا والله هذا كلش حلو. هذا البس بيه ولونه، انت تحبين هاي الالوان البيجيه بالشتاء ويا فستان ويا تنوره قصيره يقعد تخبل بوت. هذا ويا تنوره جليد او بنطلون جليد؟ كل شيء راح تشيل وشوفوا بالفيديوهات ما يغلى عليكم جمولي. شكرا. حلو هذا موديله، هذا يكون يعني هيك شكله، هذا يصير مطرز مثل بس ثقيل. اي ثقيل مثل مطرز هذا، كلش ثقيل. كلش ثقيل. هاي البنات اليوم كل البيجي من جديد. شوف هاي الطواخات والفواتح الالوان الحلوه. هاي تكون 5 ريال لك بس كلش حلوه. هاي تكون هاي ستريجات. يلا حلوه مثل الترواكه هاي. ها صوف ما شو حلو. هم حلوة. ها جوري. هاي منزلين. جوري هذا مال شنو؟ مال بابا نويل؟ ترى شنو مال بابا نويل تريدين؟ لا عندكم انتم. شو تسوون بيه؟ وذاك اليوم اشتريت لك من الروزمان. اشتريت لك من الروزمان. حلواتي. شلون؟ بحيث حتى القراصات والطواقة هالسنة كلها لون البيجي. البيجي والصحراوي. ايه. والحني منزلين الزيتوني الفاتح. كلش حلو. الوان كلش حلوة والله. هي الوان الشتاء هاي. حلوة هاي. هاي مثل بعمر وارد. شوفوا شو منزلين كلش حلوات. يلا مجمولي. يلا. يلا شيتي. لا دي احلى هاي الزغيرة. هاي الزغيرة كلش عجبتني انا. هاي شكلها لونها حلو. حلوة؟ كلش حلو. هاي ويا شو اسمه هذا مالتك البيجي. حلو. بشي. ناخذها؟ خذيها يعني متغلى عليك. بس هذا موديلات هم حلو. وهياتنا احنا شوفوا يا ابو الجمال اليوم بلشت اجى الشتاء وبلشت. بس اخذت الجنطه على باق وليد الجاكيت على ذوقي. حلوات بالعافيه. بعد ناخذ الجوري هماتيا قم صلى جوري الحلوه. يلا جوري احلى فقره من تيد الطب وتلقي الكمامه ناسيها. جمال لسه ترى جبت لها باكيت وجيت. شو اسوي؟ هاي ابو عيش قد حلوه هاي. لا بس لا 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 قدرها. اي لاعب منو حيقدر هاي نلبسها؟ يلا دي يلا دي يلا دي. الله 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 على هالشياك الحلو. بيها تبقين بيها؟ يلا ابقي بيها. شوف الكابوس مالها صاعد لي. ايوه 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 حلوه وليد. حلوه يلا يسحب هاي المرايه يا بجور. اي جنطه نفس الجنطه مالتك جوري. يلا شوفي نفسك بالمرايه. الله 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 الله. يلا تعي. هاي الملابس الرجاليه هم حلوه. الملابس الرجاليه عندهم. انا اريدها للشغل هاي. اريدها مال الشغل. هاي بالشغل تفيدني مطريه. مصر المطريه. عجبتنا هاي. انا قلت لها عليها لونها زيتوني كلش حلوه. خامتها هم حلوه. هاي خامتها مو تحسها ثقيله وليد. قدرها. شوفوا وليد ايش نسق وياها هذا. كلش حلو. هذني مجموني. كلش حلوات. حلوات ها. العافيه.
ديزاين الشتاء. اي هسه انا باعوه كله بيجي وزيتون. كلنا لعيب. جوري تجي تلعب جوري. جيب لي الالعاب. ها جوري؟ يلا. خلينا نشوف، تعال خلينا نقص اشتكت منه. سعد يلا خليها. اليورو. هذي هلا 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 هلا. يلا جوري العب هاي. هاي. هيك بعد. هاي. 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 هاي 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 وحدة ثلاثة هاي عافية 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 عليك يا عافية يلا اي 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 والله اي حلوه هاي البوتوت صغير هذا حلوه تحفيات هاي شغلات كريسمس هاي حلوه هاي مش حلوه 14 15 شنو بابا نويل حلو هذا يلا تعال الوقت شغلات التاكس ماكس ها كلش حلو كلها الماركات شغلات الكريسماس 50 اورو بس درجة اولى شغلة شغلة درجة أولى شو يا جوري؟ ها جوري؟ أحسن بيتات وذني باس بالشتاء إي فرو بيهن ساعدنا في الفحم وهاي وهاي مالات الغرغرة وغرغرة بيها أطعام يعني هو بيها أطعام إي هذا هنا بالعنب لالينجي هنا جوز هند نوعيات كل زينة هاي هنا موجودة بالتاكس ماكس النوعيات مالته هذا المعجون مال الاسنان مالته فانصح تاخذون من عدن جربوهن انتو جربوهن هاي نوعيات كليتها الواحد يطلع باربع يورو سعره وفي النوعيات حتى بالزيت الزيتون عدن هذا بالزيت الزيتون جوري وين قاعدة جوري هاي هاي عطشة جوري تقول اريد مي اذا تشوفونها مي بطل مي منها يلا تعالوا ويانا واليوم جولتنا ممتعة هام جمال جولة حلوة وماخذين راحتنا بالسوق يلا جوري عوف يلا تعال بردتي والله الشمس شو غيمت والاجواء صارت
باردة كلش. بس أصدقائنا اجيناكم بنهاية الفيديو وإن شاء الله يعجبكم وإن شاء الله نسوي لكم فيديوهات بعد أحلى وأحلى. لا تنسونا بالاشتراك واللايك بالقناة وتفعيل الجرس، لأن تفعيل الجرس كلش مهم لكم وإنا على مود من ننزل فيديو يوصلكم أول بأول. تحياتي لكم أينما تكونون ومع ألف سلامة. باي باي.